السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة أقاية الحكيم والتي وصلنا فيها إلى الباب السابع عشر من أبواب هذه السلسلة هذا الباب يتضمن بشارة لأبناء النور ولأبناء آدم عليه السلام يمنحهم الثقة ويعطيهم القوة إن شاء الله وبنفس الوقت سيرعب أبناء إبليس الذين يعرفون أنهم أبناء إبليس وسيكون صادم بالتأكيد أو محط استهزاء وتكذيب من قبل الأكثرية الجاهلة لأن هذا الباب يتحدث عن معرفة رؤساء الملائكة وحقيقتهم وأدوارهم في حياتنا قال تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون في جميع الأديان الإبراهيمية بالإضافة إلى التقاليد الدينية الأخرى، هناك كائنات عالية المقام والمكانة تقوم بأداء مهام ومسؤوليات ووظائف إلهية. تعرف هذه الكائنات ذات المقام العالي والمكانة الرفيعة في الديانات الإبراهيمية بأسماء رؤساء الملائكة. يوصل رؤساء الملائكة الرسائل ويوفرون لنا الحماية في المواقف الخطيرة. ويشكلون جزءا كبيرا من حياتنا اليوميه سواء كنا على درايه بهم ام لا. حارس البيت عليه السلام خرج في يوم من الايام احد الانصار من مصر الى العراق. نقول احد الانصار يعني المؤمنين بهذه الديانه. ومعه مبلغ من المال. حين وصل الى منطقه التفتيش في المطار قبل صعود الطائرة كان المسافرون يهمون بإخراج أموالهم من جيوبهم وحقائبهم ويعطونها لموظفي المطار وذلك من أجل التحقق من قيمة المبلغ المالي الذي يحملونه وحينما وصل أخونا حسين إلى التفتيش قال له الموظف ما هذا؟ أجاب حسين أموال رد الموظف هذا ممنوع هذا غسيل أموال والقانون المصري يعاقب عليه فقال له حسين ان حاسبتني عليها لن تسعد يوما واحدا في حياتك وسوف يحاسبك الجبار العظيم في الدنيا قبل الاخره وعاجلا وليس اجلا ارتعب الموظف وتجمد مكانه كانه اصبح سنه فقال حسين اعوذ بالله من غضب الله طلب الموظف من حسين الانتظار ونادى موظف اخر وقال له ابق مكانك ثم التفت الحسين وقال له اتبعني سوف اخرجك هذا الموظف الاخر الذي استبدله الموظف الاول اتبعني سوف اخرجك من منطقه التفتيش الثانيه والا سيقبضون عليك تبع حسين الموظف حتى اوصله الى منطقه امنه وقبل ان يذهب حسين ساله الموظف اين الرجل الذي كان معك اجاب حسين اي رجل قال له هذا ذو اللحيه الطويله البيضاء والشعر الاشقر الطويل فقال له حسين إنه جندي من جنود الله وليس معي سوى ربي فيقول حسين صدم الرجل وذهل وهو مرعوب ويمشي خطوة ويستدير وينظر إلي وعيناهما مليئتا بالدموع قال الإمام أحمد الحسن منه السلام الرجل ذو الشعر الأشقر هو ملاك اسمه حارس البيت وهو يقف مع المؤمنين في الشدائد القصوى وفي حال وجود أي خطر هذا حفظ الله الرحمن الرحيم تذكروا ان الملائكه حسب الديانات الابراهيميه هم الحافظين كما ورد في القران الكريم هم الذين يؤكلهم الله سبحانه وتعالى بمهمات معينه فمن يقوم بحفظ المؤمنين هو هذا الملاك الذي يسمى حارس البيت فسالته منه السلام ابي هل الملائكه ياتوك وانت تامرهم وتراهم وتكلمهم قال منه السلام نعم ولدي صحيح وكذلك عزرائيل بفضل الله تعالى عليه سالته منه السلام هل توجد اي ملائكه معنا تحرسنا في مصر مثل حارس البيت فاجاب منه السلام لا تقل ملاك واحد قل المئات بيتك فيه الان العشرات بيتك لوحدك بورك هذا البيت جيد انه انفتح هذا الموضوع دائما اسمعهم القران مثل ما تحتاج أنت للطعام والشراب هم مثلك يحتاجون إلى طعامهم وشرابهم وهو القرآن الكريم ولا تسمح إطلاقا أن يسمع أحد أغاني والعياذ بالله الأغاني والعياذ بالله تجلب الفقر وتقطع الرزق وتغذي النفس الأمارة بالسوء وتقويها على النفس الطيبة الأمارة بالخير وسلم عليهم حين تدخل البيت وإذا حدثك أحدهم سوف تسمع الكلام في قلبك هنا يبين أبو الصادق عليه السلام تعقيبا على هذا القول من الإمام أنه قال الإمام أحمد الحسن منه السلام فيما يخص الموسيقى: الموسيقى لا إشكال فيها، لكن الموسيقى التي تستعمل في الأغاني والعياذ بالله محرمة. وفي مناسبة أخرى أوضح منه السلام: نوعية الأغاني هي تلك التي يرقص عليها أهل الكفر والفسق. إذا ثلاث مراحل بالبداية لغى الموضوع نهائيا لا موسيقى ولا اغاني ثم اقتصر الامر على الموسيقى التي لا تدخل في الاغاني المرحله الثالثه وهي نوعيه الاغاني بعض الاغاني لا باس بها اما تلك الاغاني التي يرقص عليها اهل الكفر والفسوق فهذه هي الممنوعه او المحرمه وهي التي تؤذي الملائكه حراس البيت نرجع لكلام ابو الصادق من السلام يقول حدث معي موقف مشابه اثناء خروجي من مصر كان ذلك في الشهر الرابع من عام 2017 وكانت برفقتي ابنتي مليكه وزوجتي وعلي الغريفي عند وصولي لنقطه الجوازات والتفتيش سلمت جواز سفري للموظف هناك بدا الموظف في ادخال بياناتي في الحاسوب واذا بصوت انذار يخرج من الجهاز ولمحت على الشاشه امامه مكتوب بالخط الاحمر عبد الله هاشم مطلوب فورا عرفت وقتها أنهم سيقبضون عليه رفع الموظف سماعة الهاتف واتصل يطلب إمدادات وقال لي ابق مكانك ولا تتحرك فجأة ظهر أمامي شخص يرتدي ملابس ضابط الشرطة وقال لي تعال معي وفي صمت تام أخذني إلى منطقة آمنة وفي صمت تام ذهب عندما وصلت السويد أخبرت الإمام أحمد الحسن منه السلام بما حدث وحينها أخبرني أن هذا الضابط كان جندي من جنوده ارسله لي لانقاذي لاني مطلوب عند المباحث والمخابرات المصريه وقال لي وجودك في مصر انتهى حتى تعود اليها فاتحا وجالسا على عرشه ان شاء الله هذا سيكون قريب جدا ناتي الى نوع اخر وهو عماليق السماء في احد الايام كنت واقفا مع علي رضا وعبد الستار الكاظم وهما من المؤمنين ورأينا في السماء نورين ساطعين كأنهما نجمين كانا ثابتين لكن في نفس الوقت لم يكونا جزءا من أي مجموعة نجمية بقيا ثابتين لمدة ثلاثين ثانية ونحن ننظر إليهما قلت لعلي رضا وعبد الستار هذان النجمان ليسا في العادة جزء من سماء الليل ولا ينتميان لأي مجموعة نجمية معروفة فجأة تحرك النورين النوران الشبيهان بالنجوم في آن واحد وببطء ثم اسرعا واختفيا في ظرف ثواني امام اعيننا قال الامام احمد الحسن بن السلام هم عماليق السماء هذه احد اسمائه والاسم الثاني هو حراس الدعاء هذه هي اسمائه هذه التي يراها كثيرون وفي تسجيلات كثيره سواء من المؤمنين او غير المؤمنين يرون ويعتقدون احيانا اقمار صناعيه او مركبات او الى اخره فهؤلاء هم ملائكه يسمون حراس الدعاء او عماليق السماء فسالت الامام هل هم ملائكه ام فضائيون ام الاثنان اجاب منه السلام هم ملائكه من كواكب اخرى يجتمعون اربعه من كل كوكب واحد وهم في خدمتك يعني في خدمه القائم عليه السلام ناتي على عزرائيل عليه السلام وهو ملاك مشهور قال لي الامام احمد الحسن منه السلام ذات يوم ونحن نتحدث عن الملائكه عزرائيل عليه السلام يسميه الانبياء والاولياء وال البيت منهم السلام الرحوم الظالم الرحيم على المؤمنين والظالم على الكافرين يا حافظ يا الله حين يقبض روح كافرا أو ظالم سوف يرى وجه الله سبحانه وتعالى في أشد غضبه يتمثل في وجه عزرائيل عليه السلام إن صرخ في وجه كافر يتمنى هذا الكافر لو أن الله لم يخلقه قط وأن يكون عدم وهذا مع الجميع لكن في درجات أشد هذه الدرجات هو الإلحاد وقال لي أبو ميكائيل عليه السلام ذات يوم نعم صحيح عزرائيل ليس من الثلاثمائة وثلاثة عشر وهو ليس موجود الآن أي غير نازل بجسد لأنه لو نزل مع الثلاثمائة وثلاثة عشر لن يبقى أحد من الكفار فهو لا يرحم أبدا إن رحمة الله واسعة جدا لذلك ترك الله عز وجل عزرائيل من هذه المهمة حتى يفسح المجال للخلق أن يتوب عزرائيل عليه السلام ليس لديه شعور الرحمة على الكفار لا يملك هذا الشعور ولا الصبر ولا حتى ثانية واحدة ولا حتى اقل من ثانية. هو لا يمهل ابدا. ان شاء الله سوف يكون رحيم مع المؤمنين. سلام الله عليه. شكله لا يستطيع مخلوق ان يتصوره. لن تستطيع تخيل شكله. هذا في شكله مع الكفار. لكن مع المؤمنين ياتي بشكله الاخر الشكل الطبيعي حتى لا يخاف المؤمن. سألت الإمام أحمد الحسن من السلام ما هي العلاقة بين عزرائيل وعزازيل عزازيل عزيز الله وهو الاسم القديم لإبليس أبي توجد روايات تقول أن عزازيل هو عزرائيل ويحتج بعض اليهود بالقول أن الدليل على ذلك هو أنه عندما سقط إبليس من رحمة الله ظهر في الدنيا الموت فما العلاقة بينهما إن وجد قال منه السلام لا بُني. يعني هاي المعلومة غير صحيحة. الربط الوحيد هو أن الأب الذي عنده مجموعة أولاد يسميهم أسماء متقاربة مثل حسن وحسين وحسنين وإلى آخره. فقلت أها يعني هما أخان. قال منه السلام نعم بُني مثل هابيل وقابيل. يعني هذا من النور وهذا من الظلمة. عزرائيل من النور وعزازيل من الظلمة. الان ناتي على من اشهر الملائكه ايضا وهو ميكائيل عليه السلام ميكائيل عليه السلام هو احد الملائكه المقربين المعروفين في الديانات الابراهيميه ومذكور عنه في روايات محمد وآل محمد منهم السلام أنه يرجع مع القائم عليه السلام وروي عن الإمام الرضا منه السلام أيضا قوله إذا قام القائم يامر الملائكه بالسلام على المؤمنين والجلوس معهم في مجالسه فاذا اراد من واحد حاجه ارسل القائم من بعض الملائكه ان يحمله فيحمله الملك حتى ياتي القائم فيقضي حاجته ثم يرده ومن المؤمنين من يسير في السحاب ومنهم من يطير مع الملائكه ومنهم من يمشي مع الملائكه مشيا ومنهم من يسبق الملائكه ومنهم من يتحاكم الملائكه اليه والمؤمن أكرم على الله من الملائكة ومنهم من يصيره القائم قاضيا بين مئة ألف من الملائكة وروي أيضا عن الباقر من السلام قوله كأني بالقائم على نجف الكوفة قد سار إليها من مكة في خمسة آلاف من الملائكة جبريل عن يمينه وميكائيل عن شماله والمؤمنون بين يديه وهو يفرق الجنود في البلاد عندما يقف الإمام المهدي صلى الله عليه وآله وسلم بين الركن والمقام ليستعد للبيعة يكون أول من يضرب على يديه جبرائيل وميكائيل ويبايعانه وعندما يخرج من مكة ومعه أصحابه الثلاثمائة وثلاثة عشر وعشرة آلاف من الذين اتبعوه في مكة يكون جبرائيل عن يمينه وميكائيل عن شماله وقد ورد ذكر ذلك في الكثير من الروايات ميكائيل عليه السلام من الملائكة العظام وهو الموكل بالمطر والنبات. وهو ذو مكانه من ربه عز وجل ومن اشرف الملائكه المقربين وهو الملك الموكل ببني اسرائيل. قال لي الامام احمد الحسن ذات يوم عن ابا ميكائيل: انه الحبل المتين الذي يربط بين الدين والدين وهو يحبك كثيرا واحيانا يبكي من شوقه لك حتى يسمع صوتك او يسمع احد يتحدث عنك. او يسمع اسمك. أبا ميكائيل عليه السلام هو من لقبه الإمام المهدي صلى الله عليه وآله الجامع. الجامع أبا ميكائيل هو من يجمع الثلاثمائة وثلاثة عشر. اسمه المعروف به بين الناس في هذه الكرة أحمد مراد. أحمد مراد هو إذا ظهر للناس بوجهه أو سمع صوته كل مؤمن وكافر سوف يقول أنا أعرف هذا الشخص. ومن يسمع صوته يقول اني سمعت هذا الصوت من قبل. هذا الذي قال عنه محمد بن الحسن صلى الله عليه واله وسلم: والله لولاك يا مراد ما ظهر الحق ولا سحق الباطل. عزيزا على قلبي اخي ابا ميكائيل روحي فداك يا محير الشياطين. قد حير شياطين الجن والانس والشياطين الذين حيرهم ويحيرهم ابو ميكائيل الان يعرفون هذه الحقيقة ويعرفون أنفسهم رجل ونعم الرجل ميكائيل من خلف حجاب عظيم والعظمة لله عز وجل أبا ميكائيل هو حلقة الحبل المتين الذي من دونه يقف المؤمنون حيارة ومن دونه لا خبر يسمع ولا علم يظهر مراد هو مراد الله جعل الله له المحبة في قلوب الناس وشجاعه والشجاعه والحكمه والفراسه وذكاء عظيم. هو الزمان وابي صاحب الزمان هو الصمصام وانا صاحب الصمصام. لم يمر زمان وهو لم يكن به نبي الله ابراهيم عليه السلام عيسى عليه السلام موسى ونوح وادم ويوسف وهارون والامام الحسين عليهم السلام جميعا كان مع الجميع الجميع. هو خليل الله الذي لم يفارق الله قط. الخليل ميكائيل الرفيق الوفي المخلص لجميع الأنبياء والمرسلين والصالحين سلام الله عليه نأتي على إسرافيل عليه السلام سألت الإمام أحمد الحسن منه السلام في يوم من الأيام عن آصف ابن برخية عليه السلام قال منه السلام آصف كان من أولياء الله في خفاء العنوان والشخصية قلت من يكون فاجاب منه السلام: لا هو ادم ولا محمد ولا يسوع ولا نوح. انه اسرافيل عليه السلام وسوف يخرج قريبا من بين التراب. جبرائيل عليه السلام وهو ايضا من اشهر الملائكه. جبرائيل عليه السلام هو احد الملائكه المقربين المعروفين في الديانات الابراهيميه. وجاء عنه في روايات محمد وال محمد انه يرجع مع القائم منه السلام. جبرائيل هو الملك الموكل بالوحي وايصال الرساله الالهيه من الله لرسله. قال الامام احمد الحسن منه السلام: لم يكن هناك زمان لم يكن فيه جبرائيل وميكائيل عليهما السلام. جبرائيل وميكائيل كانا مع جميع الانبياء والمرسلين والحجج. وفي يوم من الايام كنت اكلم الوالد منه السلام وقلت له ابي ارجوك روحي لك الفداء طال الوقت من هذا السادس تحت الكساء اي جبرائيل عليه السلام هل جبرائيل هو عيسى المسيح ام هو ابراهيم عليه السلام فقال الامام سوف اخبرك نعم هو عيسى المسيح عليه السلام حور رائيل عليه السلام أخبرني الإمام أحمد الحسن منه السلام ذات يوم أن النبي إدريس عليه السلام كان معروف عند المصريين القدماء باسم أوزيرس وكان له ابن باسم حورس كشف لي الإمام منه السلام حينها أن حورس كان في الأصل ملاك كر في شكل إنسان وكان اسم هذا الملاك هو حور رائل كانت له علامة على كتفه على شكل عين وكان يستمد منها قوة عظيمة ولهذا ارتبط حورس برمز العين وقد عاشت هذه الحقيقة عنه في ذاكرة المصريين القدماء وحورس هي إحدى كرات النبي نوح عليه السلام نون رائيل أو ميتاترون أو ميتاتروش عليه السلام في يوم من الأيام وأنا بمصر والحديث طبعا لابو الصادق بن قلت للامام احمد الحسن صعدت الى سطح المبنى قبل الفجر وحدث شيء عجيب جدا اقشعر له بدني كنت اتكلم معك ومع الله في نفسي وانظر في النجوم ونظرت حولي وكاني احسست بكم في كل شيء حولي في الاشجار في السماء وكل شيء وفجاه نظرت خلفي واصبت بالذهول حيث رايت الهلال مقلوب على شكل حرف النون وفوقه نجم ساطع وكانه النقطه فوق النون فاخرجت من جيبي الحجر الذي جلبته من الاهرامات ورفعته في وجه الهلال وفجاه وفي نفس تلك اللحظه مر نيزك في السماء بسرعه رهيبه وبنور رهيب فقال منه السلام ابشر ولدي اني ارجو من الله انك قد بلغت العهد ابشر ايها الطاهر ابشر يا نون اذهب واقرا سوره القلم ما شاء الله ما شاء الله عليك ولدي لا حول ولا قوه الا بالله بعدها قال لي الامام احمد الحسن في يوم من الايام نون هو يوسف والقلم هو ابراهيم وهذا لقبه بيننا وانا اللوح يعني الامام احمد الحسن يوسف كما نعلم هو احدى كرات ابو الصادق عليه السلام، اذا نون او نون رائيل عليه السلام هو ابو الصادق منه السلام. ولدي، اريد ان اقول لك امر لكن اتمنى ان لا يصيبك الغرور والعجب حين اذكره. هل لديك احساس ان وجودك في مكان يجلب الخير والبركه؟ هل تلاحظ هذا؟ هل حين تقف لتشتري من دكان او اي محل، تلاحظ ان وقوفك فيه يجلب له الرزق والزبائن فيكم الخير وعليكم الخير ومنكم الخير اسمك هو نور رائيل وانت الملك الموكل بالبركه والارزاق سالته منه السلام وجد ذكر لنور رائيل في كتب المسلمين وذكروا ان هذا الملك هو نبي الله ادريس وهو الملك المعروف بميتاترون او ميتاتروش عند اليهود وكتاب الزهار اليهودي يقول أن من ألقاب ومعاني كلمة أو اسم ميتاترون هو عبد الله وهو الملقب بالشاب وأن هذا الملك هو حجاب بين الله والخلق مكتوب كذلك أن لمطاطرون علاقة بالمكان وهو ملاك العهد والحياة وهو موصوف بكونه الكاتب لكلام الله وهذا هو نفس ما قيل في إدريس عليه السلام فهل هذه الأسماء ميتاترون أو ميتاتروش هي أسماء لنور رائيل؟ فقال منه السلام نعم بني هو. ثم علق الوالد منه السلام على تمثال لميتاترون وهو حامل لمكعب ميتاترون الشهير والذي هو في الحقيقة نجمة داود بشكل مضخم حيث قال نعم بني هذا الشكل يشبه الشكل الحقيقي للكون بنسبة 90%. الكون يشبه نجمة داود عليه السلام أكد الإمام أن نجمة داود هي خريطة خريطة للكون ورمز للعهد السابع وهي توحد تمثل عفوا توحيد العالمين المادي والميتافيزيقي كما يحتوي على جميع حروف العلم وفي الوسط تحتوي على الحروف العربية ألف وحاء وميم ودال والتي تكون تكون كلمة أحمد وبهذا نكون تعرفنا على أسماء وحقائق بعض الملائكة ووجودهم الآن في هذا الوقت كرجال جاءوا ليعينوا القائم عليه السلام والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته